شهد قطاع الصناعة المصرية خلال عام 2021 تحقيق قفزات وطفرات غير مسبوقة في هذا القطاع، وذلك على الرغم من الآثار السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. ساهم انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعة في تحقيق طفرات غير مسبوقة في معدلات النمو والإنتاج وتوفير فرص العمل. دعونا إذن مشاهدينا نلقي نظرة سريعة على أبرز القرارات التي اتخذتها الدولة خلال عام 2021 لدعم القطاع الصناعي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. فقد نجحت الصادرات المصرية خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات للأسواق الخارجية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي نحو 29 مليارا و870 مليون دولار، مقارنة بنحو 22 مليارا و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وبنسبة زيادة بلغت 27% مقارنة أو بفارق نحو 6 مليارات و219 مليون دولار. من المتوقع أن تتخطى الصادرات حاجز 31 مليار دولار مع ختام عام 2021. أيضا تمثل مدينة الجلود الجديدة في منطقة الروبيكي نقطة انطلاق لتطوير هذه الصناعة الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لأن تكون محور ارتكاز لصناعة الجلود إقليميا ودوليا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة الجلود في الروبيكي خلال العام الحالي بإجمالي 213 وحدة إنتاجية وتسكينها بالكامل لنحو 195 مستثمرا على مساحة تصل إلى 176 فدانا في منطقة الروبيكي. أيضا شهد عام 2021 افتتاح خمس مجمعات صناعية في محافظات الأقصر، بني سويف، المنيا، البحر الأحمر، قنا، وذلك بإجمالي 1178 وحدة تعمل في قطاعات مواد البناء والصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء والديكور أيضا. في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة، قررت وزارة الصناعة طرح خمس مجمعات في محافظات أسيوط، أسوان، الفيوم، قنا خلال العام المقبل بواقع مجمع في كل محافظة ومجمعين في محافظة الفيوم بإجمالي وحدات يبلغ 1692 وحدة تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والدوائية والجلود والمفروشات والملابس الجاهزة. أيضا في هذا الإطار تم تشكيل المجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلي وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية وإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة وتعيين مجلس إدارة جديد لاتحاد الصناعات، أبرز القرارات الداعمة للقطاع الصناعي في عام 2021. مع نهاية العام الحالي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة للبدء في تدشين مبادرة تستهدف لإدخال المصانع غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية من خلال تقنين أوضاعها وتحسين مسارها، حتى يساهم ذلك في مساندة المخالفين على معالجة أوضاعهم الصناعية. كانت هذه إذن مشاهدينا نظرة سريعة على أبرز القرارات التي اتخذتها الدولة خلال عام 2021 لدعم القطاع الصناعي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.